أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوالة ورك الدورنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوبتها سبسكرايب ساركم بيلك فرود دا وركي قدن بيي واد دورنمي جمعا أخذ بحساسي أي نوصة سعودة فضلاً نلاتشوك حب حساسي أمام الكبود لان أو إيدين هاليس أهو جيدي سفر ماجو إسلام مركاسينا لغو شيغي إنو الدفاع أيو أروكا الشباب أفاينك مدح تويدا بودلان جامع دبراني أو قرال صوق ليي بوغي ستويتر كا أياكا هاد ليس ورق عميد مورم بدن دليي أو سميي فرشحانيستها عانكا هي أمين عامير كاسو إكيسي مدح وين الداني أو قعانتي ساكو توغن أيا دبكو قيلين أيي إن أيسان أهين شباب جامع دبراني اياكو ايدي ان سوير كاسي سو ساريتان كيسا او لعاك فرب بدن كو بيحيي مدح وينها مدحليد كيسا او دمادي اي محمد عبدالله فرماجة وحونا تلمامي ان وح لغا حمادة اي تايار انتاسي سيدوك الوحاو انتاسي كو سيدري انتاني اي موجينيسو ان مدح وين فرماجة او لعاك كو بيحينيو دعاية دكو سليسان دفاع دا الشباب سيدو هذا الكود ديجي وحاو يريد دل كان ان قطر لغا بدبادي وحو قفو البوغان يا مركو اركو مدح وينه وقت جيسو دمادي او لعاك كو بيحينيو الشباب دم بخيرتي او حكم لغو فوليي ان لغو الدفاع دعايد كسونتان سوير قعميد ايادو لغا بينشيغ اي حكتو ارقاك حساد الله توقتي ايو قرال كيساكو يري جامع دبراني افاينك مدحتو ايدا بودلان او هادل كيسا سيواتا ايا شاعك قاضي ان سوير قعميد كاسي لغو بينشيغتي حكتو كسابسان سيدير اي توانين او دوان بودلان كفولي سي حكم دل توغ شاهي كدي مركي لغو هلي ان اي كتير سنايين كوحد الشباب سيكستاوة تن إيا وحي كدن بيسي مركي أي بدلان توغشو ودريد كفولي سي رق أي كو إيديين إن إيهين الشباب وحاسي آد أي أصوى بحيي هاد الهين كو آدن رقاسي أو قار كود إيه لدودا أي شيغين إن أي كتر سنيان عدالة درو مامولك بدلان أو دقال أدا كولا جرتا الشباب إيا داعش أو كو حوغن دول كبور اللي داهي أي مدوي كي دنبي كردي سي حول قلدا كدن كاي كوح داسي سيكستاوة أهاتي مدح وينه وقت لعق آد وفربدان إيه مشارو قري نينك سور قعنات كسميهو إيه أمين عامر إسلام مركاسيني خوف كستا أو كسوهر جيدو فرماجو أيو كدليلا سور كاسي بدلان أيا إمينك كو إيديسي فرماجي إنو لعق آد وفربدان كو بيحيي سور كي أو سوري أمين عامر إسلام مركاسيني أو دفاعيو ورقال شباب خوف كستا إذنك إذنك ميداه هدو ياهي هير فدرال هدو ياهي هير دولة قبلات إيه هدو ياهي خلافات حقوق أي إنسان الواجبات تي أو أن رأي الذين جوب ديسكريبشن أي الذين أو عدين أي هولها السيدة ذوق من إنسان هولها دور الشدة اللي قدرنا إلى إذن كأي كمسؤولة دتكو إسكو قلتان قد جاي حافيس كي جاي الله تليها عن سميه إذن أنا كمركز توقع أنت إذا مسوق قرتو دولة قبل إذا توقع أنت إذا مسوق قرتو وأنا هلنا dad markaa sida idin fududeeyo wax kasto aad u baahan tahay haday wax soo kordhaan waa xiriir isku xira waayo laakiin hawsha gudiga doorashooyinka ayaa mas'uul ka ah hortaasina doogtaan araba idin ku faragelinaysa ma tahay ma jirto xor ayaa u tihiin waxana la idin ka sugayaa inaad deliver gareysaan ama aad fulisaan wixii lagu heshiiyay ay madasha wada tashiga qaranka ay ku heshiiyeen oo ah in dalkan ay ka dhacdo doorasho dadban أنجع الله منطقنا صحيح ذا وآخرين يسين إن قفك استواجب وكساري هاي إنو سن حيابها قاركو الفرح اللي قلي وكحاران تا وقران كرتان إنا نقف لنا المعين إنا نشرح لحكسن إنا نكوح للجرين هو الشيء إذن هرتا لكليا ونحن حاب نمو إيه عدالة إيه هفنان إنه دور الشرام كل عضو أي واجب إذن سارنا هدي قف إذن كمدة وضنك الأحراديو مالهز وحكيني سا بربر وحكيني سا قلاف وحكيني سا سنعيب النجا أو أه قد ديقى مضشا دولة قبل عدد يحفيسك لزول زارهنا وحواجنا لسارا قف كي فرط الوفيق عديما اللي وهلو إن وحي واجب أهلك قاضو مركو حا إذن كعطسانا يا مركو واد مرغبا دي مرسي دحاب سي إلهي إذن كوغي هاي إن أبوغودتان هوشان أنا كرئيس الوزراء هان مشرح ميه وإذن شيغيا دنقارة كمليه وجيدة كمليه علي موتي فارح موتي جامع موتي هرتينا كعبدين يا هلك ولح ولح وح وكريا وان وطو وإن الدورة شر كل عضاء سعد دالة وهفنانة
waxaan u maleynayaa rajaynaya dhammaan gudiyadii waa ku dhintay halkan haddii aan lahayn Soomaaliland banaadiriga Puntland Jubaland Galmudug Hirshabelle South West iyo waa ku dhintay Soomaan insha Allah marka cadaalada la idinka rabaa wixii tababar ah gudiga farsameeqaanada ayaa diyaar u kula ah wixii caqabado ah iyaga u sheegi kartaan bini'aadanka ما دام إله أيضاً سبحانه وتعالى وحي إذن كما قال وحي أتبيسان ودي فرسان يقال هذا الديار إذن كله إذن إذن لحليان هدي وحو رجيران هدي وحو الصباح كان كل شيء جيران أنا كان الديار أو إيان أمها إنان إذن فضل إنه سيد أقول لك سيها بضن أقول هو ناكسن وحن كل علنية وفن أنتو أن لمهوران شعب الصومالية ما أنت إذن كأيو دي سوء إيجيا annaga waa naga soo dhamaatay kubadii dhinaciina ayay taalaa waa is dooranaysiin maamul ayaa samaysanaysiin annaga waa idin fudaynayna kaliya aniga ka ra'iisul wasaare ahaan waxdan ah dhexdiina kama lihi kaliya waxaan rabaa qofka idinkugu kartida badan qofka idinkugu wanaagsan qofka idinkugu iimaanka badan qofka idinkugu cadaalad falid badan isba taqaanaan laakiin labada maalin ugu horeysa tababarka isku dhex baran doontaan gudiisa ayaad isku baranaysaan إن هذا سرقتان وهذا شان أسرادين يا هجان كودي بنا قدومي قدومي كحجان رق براها أي هل كان جوا أو هولها أنتوا دبادين دوكيمنتي ذي واحد انكسر شقية أو وهريان دتك أدفايزر ردا فرسمي قرن دا أو وهري أو أبوكات أمر دقي أو إكسبرت كان يسوي شقية دور شدي لابد يكون اللي حيتلون كأوضة بن oo haddana maanta aan midan ku shaqeynayna la mid ah kaliya waxa ay kaga duwantahay waxaan rabaa idinkan inaan hadda maanta idin cadeeyo shacabka Soomaaliyeed daawanayna inaan u cadeeyo siyaasiyinta aan u cadeeyo qof kasto dareenayo Soomaaliya doorashadeedan aan u cadeeyo September 17 agreement-geeda iyo 27 May waa lama taabtaan as-aska waa labadii magaalo maamul goboleed kasta uu soo gudbiyay in sha Allah sideedii ku dhacaysa waxa suuqa laga sheegay waxba kama jiraan labada magaalo haday ahaan lahayd South West baydhabo baraawe ka dhacaysa Hirshabelle haday ahaan lahayd Jowhar iyo Baldwayne ka dhacaysa Puntland haday ahaan lahayd Boosaaso iyo Garoowe ka dhacaysa Galmudug haday ahaan lahayd Gaalkacyo iyo Dhuuse Mareeb Jubaland waa Kismaayo iyo Galbahre ergada waa boqol iyo koow halna laguma darayo halna lagama dhigayo hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo marka qalbigiina u sheega idinka iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan la wareejinay horteeda yaallan gadaasheeda ma yaallan saa ula socod shantii maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waa awoodnay inaan annaga intaan shirno aan dhahno dadkeena aan soo saarano waxna wanaagsan aan keensanno xildhibaanadana anfacayo aan isku tolno laakiin ma soconayso waxa idinka gudiyadiina ah la idin dalbaday waa in aad cadaalad wax ku keentaan marka magaca aad meeshaas ka samaysan kartaan oo Ilaahay hortiisa ka heli kartaan waa cadaalad waa cadaalad oo aad heshaan oo aad fashaan oo aad ku dhaqantaan Alla kaliya ayaa idinla xisaabtamayo xaqiiqda waxa looshiin ku jira aniga ma garan karin laakiin idinka iyo qofkasi ayaa allihiisa ayay dhex taallaa soo maaha marka idinka idin taallaa ogaada dalkan 30 sano ayuu ku jiray dhib iyo rafaad waxa uu dhibka uga bixi laayaha waa qabiilka waxa uu dhibka uga bixi laayaha waa eexda waxa uu dhibka uga bixi laayaha waa lacagta yar ama corruption-ka ah oo qofka uu raadinayo wayna dhammaataan meel ma gaarto waxa harayo waa sharaftaada oo adiga Ilaahay idinka dhaxayso ani kulliitaba dhaxdan soo xirtay inaan musharax noqon haddaan musharax noqdo waxaan u diidaa idin sheegaya rootiga inaan idin qaybinayo haddaan musharax noqdo waxaan ka dhex raadinayaa Soomaan haddaan rootigaas wax ka dhex raadiyo ama interestkaas aan wax ka dhex raadiyana waa fil garoobaya saa darteed ama fursadaha ogtihiin aan haysto ayaa haddana u tanaasulo dalkan idinkan waxaa la idinka rabaa inaad ummadda uga faa'iidaysaan u tanaasul ummaddiina
وحان معنا لهي أن ميل وجارين والله أنا ميل وجارين هكذا حياتي ما قاعد إله السينا كي جفنا هذا مصير ولا كل عز تأول الصعود هرو من الصعود هاي مركا ويدي سود عينا يا هذا الك أنتي سبلا واضح هاي سمكوه جيمن وده فرنانت الدورة الشدة وعدالة سمينت لمان مواطنين الصوماليات قبيل كور ربها النقض وقف كور ربها النقض الشخص كور ربها النقض مامل قبل هذه يعني دولة قبل هذه حفيز كريز الوزارة وحن سقوصة نقول نقول إنه مركز إذا كانوا أدين شيء شعب كانوا شيء ما هن إنا شرعي أما واحد دليلنا تونا إسكي إيمانا يو مركز لك لما قنادوا أركتين وحبا كده حدا لنا هدان إسكو إيمان أو واحد لنا ذي فين أون لقى هالدين أو فيس تو فيس لو ده فريسن تون كمركز تما بحاي مركز حين شيء هلا يا بنا مركز سقوصة نقول labo wi kadib saddex wi kadib aan garow ku kulanno ama xamar ku kulanno ama baydhab ku kulanno meesha rabta ahato wa refreshment taas ku sameeyayna wixii soo kordhay caqabada idin qabsanayo example magala caqabada idin ka qabsanayo doorashadi ayaa macquul noqoweysa ama stuck ayaa dhacay wa nusu sheegaysiin sidoo ugu dhaqsiya badan maamul goboleedkaas u sheegaysan wa isku imaaneyna go'aan ka masiiriga oo saxda markaas ka qaadanayna wixii idin dhigo diyaar aan idin kulanahay saas ayaa marka waxay keenaysaa markasto inaan tashano hadda darraad markii halkan la iimaanayay dadku isweydiyeen maxaa la soo doonay talo maamul goboleed magaalooyinka la yareynaya oo hal laga dhigaya maya boqolkii koowdii la yareynaya maya waxaas wax ka fiican soo soo bixin shalay haweenkii aan ka hadalnay maaliyaddii aan ka hadalnay ya wasaaradda maaliyadda iyo maaliyadda nala siinayo hay'adahan deeq bixiyasha walaal saaxiibadeena ay nasiinayaan sidii ay aanu maareyn lahayn aan ka wada hadalnay sidii aan meeshii Soomaaliga security-ga wax dhan security-ga ka muhiimsan meel aan security ay kuma shaqeyn kartin waxa soo dhan aan ka hadalnay jadwalkii ka soo baxay ya inkastoo aan jeclaa 10 Oktoobar ee gaarsiin ka hor inuu iga dhamaado oo aan meeshan kana soo diyaar u ahay maadaama aan dan kale hayn hor inaan ku sheegay idinkana ku dadaal sidii aan ku soo gaabin kartaan oo ugu macquulsan ku dadaal marka la tashiilaa sala yaabena markasta aan isku iimaano shaki iyo idin galay waajibna saaran waa wax oo nidaam ah oo aan wax ka bedelayna ma jirto waana kalsooni dhisk sababtoo ah kalsoonidii way yaraatay Soomaan dhibaa dhacay isfaham darrada dhacday waa inaan markasta isku iimaano kalsoonida la dhisaa waxaan kula dardaarmayaa inaad ka fogaataan san mar kuwaadi mar labaad hore in ku soo celiyay musuq maasuq ehda iyo laalushka sanadkan waxaan jeclahay insha Allah inay tayo wanaagsanaato sanadooyinkii hore marka waxaan idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tawaddaqan wa nusrullah dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka